مشوار النادي الأهلي والترجي التونسي في النسخة الحالية أكيد كان مشوار مميز جدا. خلينا نبتدي مع نادي الأهلي. النادي الأهلي ابتدأ البطولة دي من الدور التمهيدي، فاز على سان جورج الأثيوبي بنتيجة 4-0 و3-0، وبعد كده في مرحلة دور المجموعات لعب في مجموعة ضمت معاه أندية مدياما الغاني ويونج أفريكانز التنزاني وشباب لوزداد الجزائري، سجل 12 نقطة من 3 انتصارات على مدياما ذهاب وإياب، وعلى يونج أفريكانز و3 تعادلات مع شباب لوزداد ذهاب واياب ومع يونج افريكانز. وفي دور الثمانيه فاز على سيمبا التنزاني في دار السلام بنتيجه 1-0 بهدف كوكا، في العوده في القاهره فاز بنتيجه 2-0. وبعد كده في الدور نص النهائي واجه مازيمبي الكونغولي واتعادل سلبيا في الكونغو وفاز في القاهره بثلاثيه دون رد. في المقابل لو بصينا لمشوار الترجي التونسي في هذه النسخه من البطوله فهو لعب مع دوان البوركيني، تعادل فيرادس بدون اهداف، فمفاجاه كانت كبيره اكيد جدا وقتها، لكن قدر ان هو يفوز في بوركينا فاسو بنتيجه 1-0 واتاهل لمرحله دور المجموعات. لعب في مجموعه ضمت معاه باترو اتلتيكو الانجولي والهلال السوداني ونجم الساحلي التونسي، مجموعه كانت قويه جدا اكيد يعني وصعبه. صعد تاني المجموعه بنتيجه او معاه 11 نقطه جمعهم من 3 انتصارات على النجم الساحلي ذهاب واياب بنتيجه 2-0، كانت نفس النتيجه في الذهاب وفي الإياب، وعلى الهلال السوداني في تونس بنتيجة 1-0، وبعد كده تعادل في مباراتين مع باترو الأنجولي ذهاب وإياب بنتيجة 0-0 أو نتيجة التعادل السلبي، وخسر مباراة وحيدة كانت قصاد الهلال السوداني وكانت النتيجة وقتها 3 أهداف لهدف واحد. وفي مرحلة الدور ربع النهائي لعب مع فريق أسك الأيفواري، تعادل في تونس وفي أبيجان بنتيجة التعادل السلبي 0-0، وفاز بضربات الترجيح بفضل تألق الحارس، وفي الدور نص النهائي سجل أقوى حضور ليه في البطولة لما أطاح بسان داونز الجنوب أفريقي وفاز في بريتوريا وتونس بنتيجة واحدة وهي كانت نتيجة الهدف الوحيد عشان يتأهل للمباراة النهائية. مواجهة أكيد هي مواجهة كبيرة جدا وخارج كل التوقعات، لكن أكيد عندنا ثقة كبيرة جدا في لعبة النادي الأهلي وأكيد في المدرب مستر مارسيل كولر أن هو يرجع بنتيجة إيجابية بإذن الله قبل موقعة الإياب اللي هتكون هنا في استاد القاهرة، وبإذن الله يسجل النادي الأهلي في مباراة الذهاب لأن ده ممكن يسهل عليه كتير جدا في مباراة العودة، وأكيد بنتمناها للنادي الأهلي أن هو يكون بيستهدف النجمة الـ 12 في تاريخه الأفريقي.